الشوط الرابع، الشوط الرابع الطليلي لعلي بن عبد الله ابو هليبه الفلاسي في 8:04. خامس أشواطي هذا الصباح، تعلن الانطلاقة قبل قليل وتعطى إشارة البدي عن الإبكار لإذاع المحليات الأصايل في ميدان سيف العرب لتتواصل في 5 كيلومترات بأثارتها وبانطلاقاتها. شواهين تقود مساري هذا الشوط، راشد بن سيف بن راشد القبيسي تتقدم وتقود هذا المسار، تليها في المركز الثاني وهذه شودة تأتي في المركز الثاني، لحميد بن سيب بن حميدان الفلاسي على المركز الثاني، نساير شوي ناخذ البقية وهذا المركز الثالث. المركز الثالث تتقدم فيه وتأتينا في سلهودة لسلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت له وتقدمت له زعامة تعود ملكيتها لساري بن محمد بن كراز المهيري على المركز الرابع والمركز الخامس. هذه غزوين الله، اسم غزوين جميل كذلك وكبير في عالم سباقات الهجن الكبير الله سبحانه وتعالى. هذه غزوين نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يتقدم ويقدم لنا غزوين. يا سلام المركز، وين وصلنا؟ للسادس، المركز السادس أو الخامس. هذه هي رقم واحد اللي هي غازية. هذه غازية محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة يتقدم ويقدم غازية في هذه اللحظات. وهناك أيضا الشاهينية لسلطان بن سعيد بن سالم السبوسي في هذا الاندفاع. يا سلام. شوف هذه الأسماء وشوف هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع على مقدمة هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. يا سلام. هذه المراكز الأولى وهذه المسار الجميل، وتوزعت الإذاعة كل ثنتين في موقع. شوف هذا المنظر وهذا المسار على أرضية هذا الميدان. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المراكز الأولى في هذا المسار والشوط وفي هذا الهدوء الذي ترقب وفي حركات بعد لوحة الـ1200. يا سلام الإعلان. شواهين لراشد بسيب راشد القبيسي تتقدم وتقود هذا الشوط من بدايته. شودة تلاحقها بالمركز الثاني، حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي تتقدم على المركز الثاني. الثنتين النتائج لم تتغير لا جديد على مسار هذا الشوط حتى هذه اللحظات. أما المركز الثالث تقدمت زعامة في هذه اللحظات، ساري بن حمدان بكراز المهيري يقدم زعامة على ثالث المراكز. والمركز الرابع هذه غزوين نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يقدم غزوين على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى اللي بدأت تتباعد وتنفصل عن بقية المراكز، ولكن نشوف غازية تبى الأربع تبى تروح عندنا هناك يلا الناموس والفوز
ومحمد بن عبد الله بوهليبه يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام، خلاص خلاص نكتفي بهذه الأسماء وهذه الشعارات ونروح هناك مع المراكز الأولى ومع الانطلاق. مع الانطلاق في هذا الشوط الأربع المراكز الأولى بقيادة شواهين لراشد بن سيف بن راشد القبيسي من البداية، وهي تندفع بالمقدمة وتنطلق بالمركز الأول في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، راشد بن سيف بن راشد القبيسي يتقدم على المركز الأول وينطلق مع مساري هذا الشوط. المركز الثاني، شوف التحدي من شوده في المركز الثاني، حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي على المركز الثاني في هذا المسار، بينما المركز الثالث زعامه لساري بن محمد بن كراد المهيري الذي تتقدم في هذه اللحظات إلى مكان الزعامة ومكان الفوز ومكان الناموس، وهي في المركز الثالث ولكن رغبتها وانطلاقتها إلى زعامة هذا الشوط. يا سلام، غزوين غزوين غزوين، نواب بن نوح بن أحمد البلوشي كذلك مشارك نواب دائما ومقدم في النوعية الجميلة. غازية وصلت إلى معمعة التنافس والتحدي لمسار الشوط. غازي محمد بن عبد الله بن علي ابو هليبه يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا سلالتي غازي العريقه والجميله. يا سلام يا سلام، بدأت تحرك، بدأت الامور، بدأت الانطلاقات، بدأت السرعه، بدأت الامال تقرب من الفوز وناموس مع 600 متر الأخير. جاوز يا مجاوز وحرك يا محرك، حرك يا محرك، حرك حرك حرك، وانطلقت. يا سلام يا سلام، شواهين راشد بن سيف بن راشد القبيسي مصرة مصرة من البداية من ستار الخمسة كيلومترات، وهي في هذا الموقع بأداء جميل. المركز الثاني بدأ التحرك من زعامة لساري بن محمد بكراد المهيري، وغازي الثالثة لمحمد بن عبد الله أبو هليبة، ولكن خلاص يا سلام، الظاهر أنها ما حرك عليها أبدا أبدا. يلا روح 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 يا راعي شواهين، روح يا مالك شواهين، راشد بن سيف بن راشد القبيسي على مقدمة الشوط على المركز الأول. يا سلام، ما شاء الله، وصلت قربت قربت من خط النهاية، قربت من خط النهاية، بل وصلت إلى خط النهاية. راشد بن سيف بن راشد القبيسي تهانينا للمركز الثاني، ثاني المراكز اللي هي لساري بن محمد بن كراز، الثالثة لحميد بن سيف بن حميدان. هذه النتيجة. أما التوقيت 8 دقائق و3 ثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز.